وقام بحق الرب بيد في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه ويتلك صلى الله عليه صلاة ينتصر بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صمد المسجد بقربه ودفئوا ضنان الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر كرام النسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى هلا يا رسول الله رسول الله رسول الله كنت راجنا على كنت رحيما هديا ومعلما الذي عليك يوما كان باكيا كنت رحيما هديا ومعلما الذي عليك يوما كان باكيا هلا يا رسول الله رسول أغشى من الهجر آتيا آتيا فدي لرسول لرسول لله أمي وقالتي فدي لرسول لرسول وقالت لي رسول لي
ولكن أمره كان ماديا ماديا أرى حسنا